بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أبارك لكم أيها الأحبة ولادة إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في ليلة النصف من شهر رمضان المبارك. الإمام الحسن عليه السلام كأبيه وكجده وكالأئمة الطاهرين عليهم السلام الحسين وأولاد الحسين هم أنصار دين الله. ورد في زيارة الجامعة الكبيرة أنصارا لدينه، آل البيت أنصارا لدين الله تعالى. النصرة هي الإعانة والتقوية على العدو، وهناك فرق بين النصرة والإعانة. النصرة لا تكون إلا على المنازع الغالب الغاشم، والإعانة تكون على ذلك وعلى غيره في الواقع، يعني حتى على الخصم الضعيف، مو بشرط يكون قوي. آل البيت أنصار دين الله، بمعنى أن عدوهم كان شرسا غالبا قويا يمتلك العدة والعدد، و هم نصروا دين الله في مواجهته، والله تعالى نصرهم، وللنصر معاني متعددة لها وقتها إن شاء الله تعالى. دين الله تعالى يحتاج إلى نصرة أيها الأحبة على مستويين. المستوى الأول نصرة السيف والقوة والقتال، والمستوى الثاني نصرة الفكر والعلم والحجة والدليل والبرهان. والإمام الحسن عليه السلام كآبائه وكالأئمة الطاهرين من ولد أخيه الحسين عليهم السلام نصر الدين بهذين المعنيين أو بهذين القسمين. وهناك كلام كثير في الواقع، يعني إذا نجد تراثنا الديني، وإن كان إحنا في ليلة الإمام الحسن عليه السلام، تجد أكو عندنا جهاد أصغر وأكو عندنا جهاد أكبر، وهذا معروف عند أكثر الناس. جهاد السيف النبي عبر عنه أصغر، وجهاد النفس النبي عبر عنه أكبر، وهناك جهاد العلم القرآن عبر عنه كبير. وجاهدهم به، الله يقول للنبي ولا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني بالقرآن جهادا كبيرا. طبعا الجهاد بالقرآن هو جهاد العلم الفكر، فصار عندنا جهاد أصغر جهاد السيف، وجهاد كبير جهاد العلم، وجهاد أكبر جهاد النفس. وهذه معاني مهمة في الواقع على المؤمنين أن يلتفتوا لها. بالنتيجة دين الله يحتاج إلى نصرة، وآل البيت عليهم السلام نصروا دين الله بكل ما أوتوا من قوة. جيد، كيف دين الله يحتاج إلى نصرة؟ قال: من أنصاري إلى الله؟ عيسى قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. طبعاً هو قال أنصاري، هم قالوا أنصار الله، باعتبار أن نصرة عيسى هي نصرة لله تعالى. الإمام الحسن عليه السلام دعا لنصرته كمورثه، يعني كعيسى، ولكن مع الأسف خذل من قبل الأمة لما دعا إلى نصرته صلوات الله وسلامه عليه. هسه تقول لي استنصار أهل البيت واستنصار الدين عن عجز؟ الإمام الحسن كان عاجز؟ الجواب لا. استنصار عن قوة؟ خو تقول لي ليش استنصار إذا عن قوة؟ الجواب: لابتلاء الناس، غربلة الناس، امتحان الناس، حتى اللي يريد الصراط المستقيم يمشي عليه، واللي يمشي خلف الشيطان ويبغونها عوجا كما يعبر القرآن أيضا يروح بطريقة من خلال الاختبار والابتلاء. لنبلوهم أيكم أحسن عملا، نبلوكم أيكم أحسن عملا، يقول القرآن، من خلال الابتلاء يمتاز الناس، يفترق الناس. الاستنصار لدين الله تعالى مو عن ضعف عن قوة. الإمام الحسن استنصر الناس لدين الله، هو نصر الله. الإمام الحسن نصر الله ونصر دين الله، ولكنه استنصر الناس ليقفوا معه لنصرة دين الله، فخذلوه وقالت له الناس كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا
إنا هاهنا قاعدون. مع شديد الأسف ومع ذلك أدى الإمام واجبه صلوات الله وسلامه عليه لنصرة دين الله، وكان مصداقاً أعظم للفقرة الواردة في زيارة الجامعة أنصاراً لدينه. أرجو من الله تعالى أن لا يحرمنا شفاعة الحسن في الآخرة، وأن يديمنا على ولايته في الدنيا، وأن لا يفرق بيننا وبين كريم آل البيت لا في الدنيا ولا في الآخرة، بالنبي وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.